بمشاركة عدد كبير من المؤمنين والمدعوين، أقيمت في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي بعمان أمسية مريمية تخللها تأملات روحية وباقات من الترانيم المنوعة. إلى المزيد. أحيت جوقة قلب يسوع الأقدس أمسية مريمية بعنوان عليك السلام تحت رعاية العين هيفاء النجار في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي بعمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين والمدعوين. قدمت الجوقة بقيادة المرنم فارس عباسي وبمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى باقة متميزة من الترانيم المريمية بأصوات شجية نقلت الجميع لتسبيح ملائكي. تخلل الأمسية تأملات روحية وباقات من الترانيم المنوعة قدمها أطفال الجوقة بقيادة المرنمة ناتالي سمعان أضفت جمالة وبهجة على أجواء الأمسية. وقبل ختام الأمسية قدمت العين هيفاء النجار كلمة شكرت بها عائلة المرحوم كرم مسيح وأعضاء الجوقة على دعوتهم الكريمة لتكون راعية الأمسية التي أثرت فيها جوا روحيا عالي المستوى ومميز. رسالتنا مبنية على الفرح والمحبة وعلى الموسيقى الجميلة والكون، الكون هذا اللي احنا فيه مبني من خلالكم بتعاضدنا وتسامحنا، وكتير سعيدة بهالتعددية والتنوع للفرقة الموسيقية. شكراً كتير لكم، شكراً فارس، الله يحميك ويطول عمرك أنت وهالشباب حبيبي. وبعدها قدم قائد الجوقة فارس عباسي كلمة شكر بها كل أفراد الجوقة
على تعبهم طوال الفترات الماضية من التحضيرات والتدريبات، وقدم شكره أيضا لراعية الحفل على حضورها وتواضعها، مقدما لها لوحة فسيفسائية مقدمة من أعضاء الجوقة عربون محبتها وعطائها. أنا بعرف إيمانك بالحياة وبالتجدد وبالعطاء، فهذه شجرة الحياة هي رمز منا لإلك على عطائك ومحبتك، وشكرا كثير لإلك. وفي الختام كرمت راعية الحفل مع المرنم عباسي أعضاء الجوقة الذي مضى على خدمتهم 5 أعوام، وهم توفيق سهونة وخلدون حداد ونتلي سمعان.